السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم اسماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه حلوات اللوز العصريه. هادو اشكال جديده يلا خرجوا، نتمنى انهم يعجبوكم. اللي بغى المقادير ديال العجينه اللوز او عجينه الحلويات غادي نخليهم تحت الفيديو، نخليكم مع الطريقه. غادي نحتاجو لهاد الطوابع هادو اللي ولاو متوفرين في الاسواق باثمنه منخفضه، وبطبيعه الحال كل طابع خاصنا القطاعه ديالو. غادي نبسطو العجينه تاع الدقيق. كنذكركم بان الوصفه موجوده تحت الفيديو. كتبسطو الكره الاولى، عاودوا بسطو واحده اخرى حيت غادي نحتاجو جوج عجينات يكونوا قد قد. كناخدو العقدة تاع اللوز، الوصفة تاعها هي تحت الفيديو، وغادي نشكلو على شكل مستطيل. غادي نحطو طبقة العجينة الأولى، وغادي ندهنوها بالبيض البيض. غنحطو فوق منها عقدة اللوز وغنبسطوها شوية. غندهن عقدة اللوز حتى هي بالبيض البيض، ونحطو فوق منا طبقة العجينة الأخيرة ونبسطهم كاملين بالتلك شي شوية. دائما دوزوا المرشم في الدقيق أو في النشق قبل ما تستعملوه. كيف ما كتشوفوا كتوركم زيان حتى يبان لكم دخل في العجينة. دابا ملي نرشمنا غادي نعاودو نقطعو فوق منهم بالطابع. صافي، ونحيدو فائض العجين، ودوك العجينة اللي حيدنا غادي نحيدو منها العقدة ونعاودو نفس العملية. إلا كنتو بغيتو دوروهم باللوز غادي دهنو المجنب ديالهم بيض البيض ودوزوهم في اللوز مهرمش. وحتى هما غادي نغطيوهم بالبلاستيك وغادي نحطوهم في الثلاجه حتى الغد ليه ونطيبوهم. والغد ليه مباشره منين نجبدوهم غادي نحطوهم فوق ورق الطهي وندخلوهم يطيبوا 12 دقيقه على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه. الفرن يكون شاعل من الفوق ومن التحت، واللي عنده المروحه يديرها. ومباشره منين كيخرجوا من الفران هما مازالين سخان غادي نطفيهم في العسل، او ممكن غير ندهنوهم به او لا الناباج. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه الحلوه تكون نالت اعجابكم، وراها سهله بزاف كيف ما كتشوفوا دغيا كتصاوب. وبالصحه والراحه.